ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح كتاب الشيخ حافظ الحكمي في اعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، وقد شرحنا العنوان في الأسبوع القادم وبقي في الأسبوع الماضي، وبقيت لنا كلمتان أو بقيت معنا كلمتان لهذا الأسبوع، وهما السنة والاعتقاد. فرأيت نشرحهما مع بقية المصطلحات التي سنشرحها الآن إن شاء الله تعالى. سنتكلم اليوم في الجزء الأكبر من الدرس، والدرس كما تعلمون ساعة واحدة إن شاء الله تعالى. سنتكلم عن أسماء هذا العلم الذي ندرسه، علم الاعتقاد. فله أسماء ومصطلحات عند أهل السنة والجماعة، فيقولون علم التوحيد، ويقولون الإيمان والسنة والشريعة وأصول الدين، وكذلك سماه الإمام أبو حنيفة رحمه الله بالفقه الأكبر. وكذلك أيضا سنذكر مصطلحات للمخالفين مثل علم الكلام والفلسفة والتصور والفكر. فهذا يعني من أهم المحاور في هذا الدرس. ثم نبدأ بشرح الكتاب، ربما ندرس سؤالا أو سؤالين أو ثلاثة بإذن الله تعالى حسب ما يسمح به الوقت. من أشهر ما يطلق على هذا العلم علم الاعتقاد بأنه علم التوحيد، والتوحيد من وحد يوحد فهو موحد، وقد اعتقد في الإله الواحد وهو الله عز وجل. ولا شك أن تسمية علم الاعتقاد بالتوحيد تسمية مطابقة وواضحة، فالقسم الأعظم والحظ الأكبر من هذا العلم يتناول الكلام في الله عز وجل، في وحدانيته، في ذاته وأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. ولهذا الأئمة صنفوا قديما مثل هذه الكتب، مثل كتاب التوحيد وإثبات الصفات لله عز وجل للإمام أبي بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام البخاري رحمه الله جعل في كتابه الصحيح كتابا مفردا أو خاصا سماه كتاب التوحيد. والتوحيد الذي يقصد به أهل السنة والجماعة يقصدون به المعنى الصحيح، التوحيد الذي جاء به الأنبياء والرسل، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته، وكذلك توحيده سبحانه وتعالى في العبادة، في القصد والطلب، كما سيأتي شرح التوحيد وأصنافه. أما التوحيد عند أهل الكلام والمخالفين لأهل السنة والجماعة، هؤلاء علم التوحيد عندهم إنما مداره على نفي الأسماء والصفات، ونفي عند المعتزلة كذلك نفي القدر. فهذا هو التوحيد عند أهل البدع، ولهذا فإنهم
يكثرون الكلام في التوحيد، توحيد الأسماء والصفات بالنفي المفصل، ينفون أسماء الله وصفاته أو ينفون الصفات ويثبتون الأسماء المجردة، ولا يتكلمون في أعظم معنى وأجله للتوحيد، وهو الذي كان مدار الخلاف بين الرسل وأقوامهم، وهو توحيد الله في العبادة المنافي للشرك، المنافي للشرك، وهو توحيد القصد والطلب كما سيأتي شرحه. فإذا هذا العلم يسمى علم التوحيد. ثانيا يسمى أيضا بمعنى باسم الإيمان، والعلماء أيضا ألفوا في مسائل الاعتقاد كتبا سموها بكتاب الإيمان. وكذلك أيضا في حديث جبريل عليه السلام قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولهذا الإيمان شمل جميع أصول الاعتقاد. ثم بعد ذلك صار في الاصطلاح خاصا في الأغلب فيما يتعلق بماهية الإيمان من حيث الاعتقاد وعلاقته بالعمل وعلاقة الظاهر بالباطن وما يؤثر في هذا الإيمان فينقضه ويعني ينافي أصله أو ينافي كماله. وسنأتي إن شاء الله تعالى في بيان هذا، وسنقول الإيمان في اللغة هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق. وسكون القلب، وسنشرح هذا إن شاء الله تعالى في موضعه، لكنه في الاصطلاح أو في الإطلاق الشرعي الإيمان أخص من ذلك، فالإيمان هو التصديق والقول والعمل. الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمل الجوارح. ولهذا قالوا في تعريفه، قالوا هو الاعتقاد القلبي والإقرار اللفظي والعمل الحسي امتثالا للأوامر واجتنابا للمناهي. وقد ألف الأئمة في الإيمان كتبا، من السلف ابن أبي شيبة رحمه الله له كتاب الإيمان، وأبي عبيد الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب الإيمان، وكذلك كتاب الإيمان للحافظ ابن مندى، وهذه الكتب منشورة مطبوعة منشورة معروفة. الإطلاق الثالث السنة، فيعبر عن الاعتقاد بالسنة، والسنة هي الطريقة المسلوكة محمودة كانت أو مذمومة، أي هي العادة المستقرة التي يمشي الإنسان عليها ويداوم عليها. فالسنة عندما تطلق في باب الاعتقاد يراد بها منهج القرآن والسنة، المنهج النبوي في الاعتقاد بالله تعالى وأسمائه وصفاته. وذلك أنه لما حصل الخلاف في مسائل الاعتقاد كان الناس قبل ذلك على السنة، أي على ما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا على منهاج النبوة. فلما خرجت الخوارج والموجئة ثم بعد ذلك الجهمية والمعتزلة، صار الأصل الذي كان في عليه المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صار ذلك الأصل يسمى السنة، يسمى
السنة. ولهذا يقول ابن رجب وكثير من العلماء المتأخرين يخص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقاد لأنها أصل الدين والمخالف فيها على خطر عظيم. إذن هنا السنة لا تطلق بمعنى الحديث أي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال، ولا تطلق بمعنى المستحب أي ما يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه، وإنما السنة تطلق هنا بمعنى المنهاج النبوي في الاعتقاد، منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ولهذا يروى عن علي رضي الله تعالى عنه قال الهوى عند من خالف السنة حق وإن ضربت فيه عنقه، يعني الإنسان الذي ركب هواه ورأيه يظن نفسه أنه على حق وقد يضحي بذلك في ذلك حتى لو ضربت عنقه، فوصفه بأنه مخالف للسنة، مخالف للسنة. وهذا الاصطلاح معروف عند أئمة السلف، فإنهم أفردوا في ذلك كتبا مثل السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، السنة لأبي بكر ابن الأثرم، السنة لابن أبي عاصم. هذه الكتب هي في الحقيقة في الاعتقاد ولكن على طريقة أهل الحديث في ذكر الأحاديث بأسانيدها والاستدلال على مسائل الاعتقاد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة الكرام والسلف الصالح الطيب. رابعا، عندنا مصطلح أصول الدين، يعني يطلق على مسائل الاعتقاد بأنها أصول الدين، وفي ذلك كتب مؤلفة تسمى أصول الدين، وكذلك في الجامعات يخصصون يعني كليات يسمونها أصول الدين، وإن كان يعني الإطلاق قد يختلف أو الدلالة تختلف حسب الاصطلاح. ولكن في بحثنا هذا في باب الاعتقاد أصول الدين، الأصول جمع أصل، والأصل ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره. فالأصل هو أساس البنيان، إذا لم يوجد الأصل انهار ما أقيم عليه من البنيان. أما الدين فهنا في هذا السياق وفي هذا الموضوع يقصد على وجه الخصوص مسائل الاعتقاد، أي ما يدين العبد به. الدين في اللغة الذل والخضوع، فما تدين به قد خضعت له ورضيت به وذللت له فأنت تدين به، يقال دان يدين وأدان يدين، دان يدين، دان أي خضع للشيء وذل فهو يدين، تقول أنا أدين الله بكذا أي أتعبد له وأخضع له وأتذلل له وأرضى أن يعني أقر وأرضى بهذا الأمر بين يديه الله عز وجل، فتقول أدين الله تعالى بهذا الأمر. ولكن ما تقول من الخطأ أن تقول أدين الله، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنك إذا قلت أدين فهو من أدانة، وأدانة أي
أوقع الإدانة على غيره، فيقال إن المحكمة أدانت المتهم، أدانت المتهم. وكذلك يقولون نحن ندين هذا العمل، ندينه أي نندل به ويعني نستنكره، يأتي بهذا المعنى. فعندما يتعلق الأمر بما أتدين به، بما أخضع له، بما أتذلل له، أقول أدينه ولا أقول أدينه. إذن أصول الدين، طبعا الدين يشمل القول والعمل، يشمل العقيدة والشريعة، يشمل جانب العلم والعمل، ولكن في هذا السياق يقصد ما يبنى عليه الدين كله وهو الاعتقاد. ولا شك أنه لا فائدة من العبادات العملية ومن الأحكام الشرعية التفصيلية إن لم يقترن بها اعتقاد صحيح وإيمان صادق. ولهذا يسمى التوحيد والإيمان والاعتقاد في الله عز وجل يسمى أصول الدين. لكن هذا من باب التغليب، من باب التغليب، أي المسائل التي نبحثها في كتب الاعتقاد هي في الغالب من أصول الدين، ولكن قد يكون فيها شيء ليس من أصول الدين، وذلك شيء يسير، ولكن الحظ الأكبر، القسم الأكبر من المسائل التي تبحث في الاعتقاد هي من أصول الدين. ويقابل هذا الفروع، ولهذا هم يسمون الأحكام العملية يسمونها بفروع الدين، فالعمل فرع الدين والاعتقاد أصل الدين. ولكن هذا أيضا من باب التغليب، وإلا ففي العمل أيضا ما هو من أصول الدين، ونوضح هذا بمثال. في أصول الدين من مسائل الاعتقاد آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كلها أصول الدين، أي الدين مبني على هذه القواعد الأساسية في الاعتقاد. ولكن هناك مسائل في الاعتقاد هي في الاعتقاد ولكنها من الفروع، فقد يحصل فيها خلاف أيضا. مثل ماذا؟ نبي الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام، نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه، هذا من مسائل الاعتقاد، ولكن هل رفعه الله تعالى إليه وهو نائم، أم رفعه إليه بعد أن توفاه بمعنى أماته، أي وهو ميت، أم رفعه وهو غير ميت ولا نائم بل هو يقظ لأن الله توفاه، أي بمعنى أوفى وقته في هذه الدنيا فأتم يعني حظه في هذه الدنيا فرفعه الله إليه. هذه أمور محتملة، وحصل بين المفسرين خلاف فيها، فهذا أمر فرعي، ولكنه يتعلق بماذا؟ بالاعتقاد، يتعلق بماذا؟ بالاعتقاد. ويبحث في أي باب، في أي كتاب، في أصول الدين، علما أنه ليس هو من أصول الدين. طبعا هناك أمثلة أخرى يضربها العلماء، مثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يقظة في الدنيا؟ هذا من مسائل الاعتقاد
التي يحصل فيها الخلاف، وكذلك أيضا إثبات بعض الأسماء الحسنى. يعني الأسماء الحسنى هناك قسم إثباته من أصول الدين، مثل الرحمن الرحيم العزيز الحكيم السميع البصير، لكن قد يحصل خلاف في اسم من الأسماء لأن دليله من الحديث ومختلف فيه، أو لأن دليله غير ظاهر وغير قطعي، مثل المحسن فقد صح فيه حديث، ولهذا يعني يقول كثير من العلماء المحسن من أسماء الله تعالى، وبعض العلماء لا يصحح الحديث، فقد يحصل اختلاف في بعض الأسماء، ولكن لا يجوز أن يحصل الاختلاف في الأسماء التي دلت الأدلة القطعية على ثبوتها. كذلك من مسائل الأصول والفروع، وإن كنت استطردت في هذا ولكنه مفيد إن شاء الله تعالى، أنه لا يشترط بناء على ما تقدم أن في مسائل الاعتقاد أمور من الأصول والفروع، وكذلك في مسائل الفروع في الأحكام العملية أيضا أصول وفروع، فلا يلزم أن كل شيء، كل مسألة في الاعتقاد أن يقع بها التكفير، وأن كل مسألة في باب العمل لا يقع فيها التكفير، لا ليس كذلك، فقد تكون المسألة في باب الاعتقاد والمخالف لا يكفر، مثل ما ذكرنا الآن هذه الأمثلة، وقد تكون المسألة في باب الفروع، ما يسمى بالفروع، الفروع العملية، ولكن هذه المسألة في حقيقتها هي من أصول الدين، ويكفر المخالف فيها طبعا بحسب الشروط والضوابط المتعلقة بالتكفير، من ذلك مثلا الصلوات الخمس، فمن أنكر تشريع الصلوات الخمس يكفر، علما أن هذه المسألة عملية ولكنها من أصول الدين، وكذلك تشريع الصيام والزكاة والحج، وكذلك كثير من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة والواجبات المعلومة من الدين بالضرورة، فمن ينكرها يصبح كافرا، وإن لم ينكر أمرا اعتقاديا ولكنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وإن كان أمرا عمليا. فهذا ما يتعلق بمصطلح أصول الدين. من الألفاظ التي تطلق على التصنيف في باب الاعتقاد الشريعة، والشريعة من الشرع وهو السن والبيان والموعظ والطريق، فما شرعه الله تعالى لعباده من الأحكام هذه كلها تسمى شريعة، وهذه الأحكام قد تتعلق بالعقيدة أو تتعلق بالعمل، فهي كلها في الحقيقة شريعة. الله سبحانه وتعالى أخبر عن ما شرعه لأنبيائه، فقال عز من قائل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أقيموا الدين كله اعتقادا وقولا وعملا، فكل ذلك مما شرعه الله عز وجل. ولهذا فلا عجب أن يأتي بعض العلماء فيطلق لفظ الشريعة على أهم شيء في هذه الشريعة، وهو أصلها
أي الاعتقاد، أي الاعتقاد. فيقول الشيخ الإسلام ابن تيمية عن الشريعة، يقول هي تطلق على العقائد التي يعتقدها أهل السنة من الإيمان، مثل اعتقادهم أن الإيمان قول وعمل، وأن الله موصوف بما وصف به نفسه، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وبهذا يكون إطلاق الشريعة مثل إطلاق السنة، يعني بمعنى هذه هي الطريقة الماضية عند أهل الإسلام منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي السنة الماضية. فيكون المقصود الطريقة والمنهاج، من ذلك كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، وهو كتاب عظيم جدا ونافع وقيم ومطبوع ومتداول. سمى كتابه في الاعتقاد، اعتقاد أهل السنة والجماعة، الشريعة. وكذلك كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة لابن بطة من أئمة السلف. فهذه الكتب حملت اسم الشريعة، وإن كان المقصود البحث في الاعتقاد. لعلنا في مناسبة أخرى نتطرق إن شاء الله تعالى إلى الخطأ الذي يقع فيه أكثر الناس في إطلاق لفظ الشريعة على قسم العقوبات والقصاص والأحكام الجزائية في الدين، فهذه جزء من الشريعة وليست هي كل الشريعة. الآن يعني حتى في الإعلام عندما يتكلمون عن الشريعة، وعندما يتكلمون عن الشريعة فهم يقصدون قطع اليد، يد السارق، وجلد الزاني، وجلد شارب الخمر، وقتل من يستحق القتل بالقصاص أو التعزير أو غير ذلك من باب الحدود والعقوبات. وهذا خطأ كبير الحقيقة، والشريعة لا تطلق بهذا المعنى، لأنها إن أطلقت وأريد بها الجانب العملي من الدين مقابل العقيدة، فنقول العقيدة والشريعة، يعني بمعنى العلم والعمل. فهنا الشريعة تشمل، في أهم ما تشمل أركان الإسلام العملية، الصلاة والصوم والزكاة والحج، وتشمل الأخلاق، بر الوالدين وحسن الجوار وقرى الضيف وبقية الأخلاق، وتشمل المحرمات، النهي عن القتل والزنا والربا، ويعني شهادة الزور وقتل المحصنات وأكل مال اليتيم. فإذا الشريعة في الجانب العملي تشمل جانب العمل من الإسلام كله من العبادات والأخلاق، وفي ضمن هذا باب صغير ويسير هو باب الحدود والعقوبات. فتضخيم هذا الباب وجعله هو مدلول الشريعة، بمعنى أنه كلما قلنا الشريعة فيتبادر إلى الذهن باب العقوبات والجزاء، لا شك أن هذا خطأ شنيع يؤدي إلى فهم أعوج لمفهوم الشريعة حسب ما ورد في كتاب الله عز وجل. من الألفاظ التي تطلق على
الاعتقاد على مسائل الاعتقاد الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، ويقابله الفقه الأصغر، لأن الاعتقاد هو الأصل الذي لا يقبل العمل إلا إذا صح وكان موافقا لمراد الله عز وجل، فإذا هو الفقه الأكبر. كذلك أيضا هو الفقه الأكبر من باب أن الإنسان يسهل عليه أن يتعلم الأحكام العملية ويعمل بها، ولكن يصعب عليه أن يخلص باطنه من الشرك والرياء وحب الدنيا وحب التصدر وإرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى بعمله. فالفقه هو الأكبر أن يزكي الإنسان نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله وإن فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو وعاء الاعتقاد، ولهذا الفقه الأكبر أن يصلح الإنسان نفسه من داخلها أو من داخله هو. لهذا أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال: أفضل الجهاد أن يجاهد المرء نفسه وهواه. هذا أفضل الجهاد، لأنه إصلاح للباطن الذي يحرك الظاهر ويتحكم في الجوارح. وقد اشتهر أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى هو الذي سمى الاعتقاد بالفقه الأكبر، وقال: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. وقال بعض أصحابه: سمي بالفقه الأكبر لأنه أكبر بالنسبة للأحكام العملية الفرعية التي تسمى الفقه الأصغر، ولأن شرف العلم وعظمته بحسب المعلوم ولا معلوم أكبر من ذات الله تعالى وصفاته الذي يبحث فيه هذا العلم، لذلك سمي الفقه الأكبر. الاصطلاح السابع: الاعتقاد أو العقيدة، وهو لغة مأخوذ من العقد، ويقصد به الجمع بين أطراف الشيء على جهة الربط والإبرام والإحكام والتوثيق، ومن هنا أيضا يقولون عقد البيع وعقد النكاح، لكن هذه عقود ظاهرة. أما المقصود عندنا في الاعتقاد فهو الاعتقاد الباطني المتعلق بالقلب، فيقال عقد القلب أو اعتقاد القلب، أي ما ينعقد عليه القلب فيجتمع وينضبط به ويكون ثابتا وراسخا لا يتزعزع. ومن هنا أيضا سموا يعني عقد الحبل بالعقدة، يقولون عقدة أي أمر مربوط محكم، وكذلك في من الألفاظ المعاصرة يقولون عقدة نفسية، أي أن في داخله شيئا قد يعني أحكم على تصوره وتصرفه فصار يتحكم فيه ولا يستطيع التخلص منه، فعنده عقدة نفسية لا يستطيع أن يتخلص منها. فالاعتقاد هو الشيء الجازم
الثابت في القلب. ولهذا يقولون في تعريفه: هو الذي لا يحتمل النقيض. الإيمان الذي لا يحتمل النقيض، أي أنني جازم بهذا الأمر، لا أقبل قولا يخالفه أو يناقضه، أنا على بينة منه. وأصل هذا في كتاب الله عز وجل، يقول ربنا سبحانه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما عقدتم الأيمان. بما عقدتم الأيمان. قال الشوكاني في التفسير: هذا من عقد القلب، لا يفعلن أو لا يفعلن في المستقبل، أي ولكن يأخذكم بأيمانكم الموثقة بالقصد والنية إلى إذا حنثتم فيها. وقال غيره: بتعقيدكم الأيمان، وهو توثيقها بالقصد والنية. إذن ولكن بما عقدتم الأيمان، أي بما جمعتم عليه النية والقصد، بما ارتبط به هذا اليمين من قصد القلب، بارتباطه بالقلب، بثباته في القلب، أي لم يكن مجرد كلمة عابرة على طرف اللسان، وإنما كان راسخا في القلب. ولهذا قال الراغب الأصفهاني: ومنه قيل لفلان عقيدة. وهذا موضع الشاهد. الراغب الأصفهاني عنده كتاب في ألفاظ القرآن، استنبط من سورة المائدة، من هذه الآية في سورة المائدة: ولكن بما عقدتم الأيمان، قال: ومنه قيل لفلان عقيدة، أي أن هذا اللفظ جاء من هذا الاستعمال القرآني الذي ربط اليمين بثبوته في القلب. ولهذا فالسلف الصالح استعملوا لفظ الاعتقاد واستعملوا لفظ العقيدة، ولهم في ذلك كتب كثيرة، مثل كتاب الإمام اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأبو عثمان الصابوني له كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، وغيرهم كثير. فما يحصل اليوم من تشكيك بعض الناس في هذا المصطلح لا شك أنه من باب التشغيب على أهل السنة والجماعة. يعني هناك اليوم بعض الأدعياء يقولون: لماذا أنتم تستعملون لفظ العقيدة والاعتقاد، وهذا اللفظ غير وارد في كتاب الله عز وجل، وإنما الوارد الإيمان، فاستخدموا لفظ الإيمان. فالجواب أن هذا اللفظ معناه وارد في كتاب الله عز وجل، ومعناه مطابق للدلالة اللغوية، أي مسائل الاعتقاد هي مرتبطة بالقلب. كذلك أيضا نحن لما نبحث مسائل الاعتقاد، فما يرد خلالها من مسائل وردت في الكتاب والسنة بألفاظ معينة، فنحن نستخدم تلك الألفاظ في بحثها، ولا نحرف تلك الألفاظ ولا نبدلها، بمعنى أن لفظ العقيدة والاعتقاد ليس بديلا عنها،
ففي كتب الاعتقاد نتكلم عن التوحيد، هذا اللفظ الوارد في الكتاب والسنة. نتكلم عن الإيمان، وهذا لفظ وارد في الكتاب. ونتكلم عن الشرك وعن النفاق، هذه كلها ألفاظ شرعية واردة في الكتاب والسنة، إذا بحثت في كتب الاعتقاد فهي تبحث كما وردت. فاللفظ العقيدة والاعتقاد ليست ناسخة لها ولا بديلة عنها ولا يعني ولا مؤثرة في دلالاتها. فللتوحيد معناه، وللشرك معناه، وللنفاق معناه، وللإيمان معناه، ولكن الاعتقاد مصطلح شامل لجميع هذه المباحث العلمية التي لها تعلق بالقلب والتي يبنى عليها العمل. ولهذا في باب الاعتقاد أيضا نبحث مسائل العمل، أي ارتباط العمل بالإيمان، لأنه لا يمكن أن يوجد عمل من غير اعتقاد القلب. فهذا ما يتعلق بهذه الأسماء التي نطلقها على الموضوع الذي نبحث فيه، وهو الاعتقاد في الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته، وكذلك في مسائل النبوة والغيبيات وجميع مسائل الاعتقاد. عندنا بعض الوقت، سأتمم إن شاء الله تعالى في شرح بعض المصطلحات، وإن شاء الله تعالى يكون هذا يعني ختاما للمدخل، حتى نبدأ في الأسبوع القادم بشرح مادة الكتاب. هناك ألفاظ تطلق، مصطلحات تطلق على مباحث التوحيد والاعتقاد مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. فأول ذلك علم الكلام، تسمية الاعتقاد في الله عز وجل وفي باب الأخبار بعلم الكلام. وعلم الكلام إذا أطلق فيراد بأهله، أهل علم الكلام يراد بهم المخالفون لطريقة السلف الصالح، وهم المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، فهؤلاء كلهم أهل كلام. لماذا سموا بأهل الكلام؟ هناك اختلاف في يعني في أصل هذه، في نشأة هذا الاصطلاح، في أصل هذا الإطلاق. فقيل لأن أهم قضية في كتبهم وفي مناظراتهم، وأهم مسألة خالفوا فيها أهل السنة والجماعة، هي مسألة الكلام، كلام الله عز وجل. فالمعتزلة قالوا بخلق القرآن، وقالوا أن القرآن كلام الله ولكنه مخلوق. ثم جاء الأشاعرة فقالوا القرآن عبارة عن كلام الله وهو مخلوق، وهكذا اختلفوا في هذه المسألة المهمة. كذلك أيضا يعني من تفسيرات هذا الإطلاق أنهم يكثرون القول في تبويب مسائلهم، يقولون الكلام في القدرة، الكلام في العلم، الكلام في الوحدانية، الكلام في كذا. ف
فيتكلمون فيها أي يبحثون فيها. وربما يكون هذا أيضا لأنهم يكثرون الكلام استنادا إلى عقولهم وآرائهم، بخلاف أهل السنة والجماعة الذين يقلون الكلام لأنهم يستغنون بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن كلام أنفسهم أو كلام غيرهم، فلا يكثرون الكلام ويكتفون بما دلت عليه النصوص ويقفون عندها. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الجدال في علم العقائد يسمى كلاما، إن الجدال في علم العقائد يسمى كلاما، لأن ذلك يستوجب أن أتكلم بما عندي وتتكلم بما عندك، فيأخذنا ذلك إلى التفصيل وإعمال الفكر والاجتهاد في أمر مبني أساسا على التوقيف وعلى دلائل النصوص. طيب، هذا بالنسبة لما يتعلق بعلم الكلام. ولا شك يعني السلف ذموا علم علماء الكلام، ذموا الكلام وأهله، ومن المشهور عن الإمام الشافعي، وهذا صحيح ثابت عنه، أنه قال: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. وهذا يدل على ما ذكرناه سابقا، أنهم لم يستغنوا بكلام الله وكلام رسوله عن كلام غيره، بل تركوا الكتاب والسنة وأخذوا في الكلام. وقال الإمام أحمد: لا يفلح صاحب كلام، ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دخل. وفعلا مما يستدل على هذا أنك تجد أهل الكلام دائما هم في خلاف وفي شقاق وفي هدود، ثم من كان منهم صالحا متدينا تقيا فإنه في آخر حياته يرجع ويتوب ويندم على ما فرط. ومن نظر في كتب المعتزلة وهم أهل الكلام وأهل العقل الذين يعيبون على أهل السنة بأنهم لا يستخدمون عقولهم، نظر في كتبهم وفي تراجم أعلامهم يرى شيئا عجبا. فالمعتزلة ينقسمون إلى معتزلة البصرة ومعتزلة بغداد، وفي معتزلة البصرة مدارس كثيرة جدا، وفي معتزلة بغداد مدارس كثيرة، ثم هؤلاء كل واحد منهم يكفر الآخر ويؤلف في تكفيره كتبا كثيرة جدا، وهذا كله هم يوثقونه، يعني الذين ألفوا في طبقات المعتزلة مثل ابن المرتضى له كتاب طبقات المعتزلة، لو قرأ الإنسان هذا الكتاب سيجد شيئا عجبا، يعني يلعنون بعضهم ويكفرون بعضهم، وكلهم من أهل الكلام والعقول، ولكن لما لم يكن لهم مرجع يرجعون إليه صاروا في يعني في إطار التيه والحيبة والضلال. أما من كان حاله أخف من ذلك من علماء الكلام ففي الغالب أنهم يتوبون ويرجعون في آخر حياتهم. وعن ماذا يرجعون لو كان علم الكلام نافعا ومفيدا لهم وهاديا إلى الحق؟ هذا دليل واضح على فساد تلك الطريقة. ولهذا فخر الدين الرازي
متوفى سنة 606، وقبل ذلك أبو حامد الغزالي المتوفي سنة 505، وغيرهم كثير، إمام الحرمين وغيرهم من أئمة الأشاعرة، تجد في وصيتهم في آخر عمرهم يقولون نرجع إلى دين العجائز ونعتقد ما يعتقد به عامة المسلمين، وأن هذه الطرق الكلامية لم تنفعنا ولم تفيدنا شيئا. عندنا بعض المصطلحات، يعني بقيت لدينا عشر دقائق، منها الفلسفة، ولا أقف عندها طويلا، لأنه المعلوم أن الفلسفة قد يبحث فيها يعني مسائل الاعتقاد أيضا، لكن في الغالب أن طريقة الفلاسفة مخالفة لطريقة علماء الكلام. الفرق بين الفلاسفة والمتكلمين أن أهل الكلام ينطلقون من ثوابت، من معتقدات الملة، يعتقدون بها ويثبتون عليها ويدافعون عنها، ولكنهم يستعملون منهج العقلي، المنهج العقلي، منهج المتكلمين في الرد على المخالفين، فيقعون في الخطأ ويقعون في البدعة ويخالفون منهج السلف الصالح، هؤلاء علماء الكلام. أما الفلاسفة فليس لهم ثوابت ولا يعني أصول ينتمون إليها، بل هم يرون البحث الحر، أي الأصل عندهم التشكيك، والأصل عندهم أن يبتدئ الإنسان في البحث عن المعرفة وإثبات المعرفة، ولهذا هم أوسعوا في النظر والبحث وأعظم ضلالا وبعدا عن الحق من المتكلمين، لأن المتكلمين ينطلقون من منطلقات دينية يدافعون عنها في ظنهم في زعمهم، لكن يثبتون عليها وإن حصل منهم انحراف. أما الفلاسفة فليست لهم ثوابت، ولهذا الفلاسفة يخرجون إلى الكفر المحض وإلى مخالفة الكتاب والسنة، مخالفة لا تقبل التأويل، ولهذا ابن سينا والفارابي هؤلاء من زنادقة الفلاسفة الذين لا يعتقدون بالبعث والنشور، ويقولون بأن الأنبياء كذبوا على الجمهور المصلحة، وهذا سنأتي إليه إن شاء الله تعالى في درس آخر نبحث فيه. فإذا طريقة الفلاسفة مخالفة لطريقة المتكلمين، وهي طريقة بعيدة تماما عن المنهاج الإسلامي في البحث في مسائل الاعتقاد. عندنا مصطلحان حديثان، ربما أقتصر الكلام فيهما أو أرجع إليهما في مناسبة أخرى. الأول التصور، أن يطلق على مسائل الاعتقاد ومسائل الديانة لفظ التصور، فيقال التصور الإسلامي. وأول من تكلم في هذا أو اشتهر في التكلم في هذا هو الكاتب الشهير سيد قطب في كتابه خصائص التصور الإسلامي ومقوماته. فهذا المصطلح التصور الإسلامي اشتهر بعد ذلك واستعمل بعد ذلك، وصار يطلق على كثير من مسائل الاعتقاد، بل يعني يبحث فيه ويدرس وكأن هذا هو الاعتقاد، وهذا خطأ كبير جدا، لكن طبعا الوقت يعني ينتهي فلا أستطيع أن أخوض في هذا، لعلي أؤجله إن شاء الله تعالى. ثم المصطلح الآخر الفكر الإسلامي، الفكر الإسلامي، وهذه أيضا
يعني من هذا المصطلح من المصطلحات التي انتشرت في هذا العصر وصار بديلا عن العلم الإسلامي، عن الشرع الإسلامي، عن الاعتقاد الإسلامي، صار الكلام عن الفكر الإسلامي. وأعتقد أن توضيح هذين المصطلحين مهم جدا، ولهذا أؤجل إن شاء الله تعالى هذا يعني البحث في هذا بإذن الله تعالى حتى نوفي الكلام حقه في هذين اللفظين. فنكون بهذا قد انتهينا من المقدمات والمدخل لدراسة هذا الكتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. وسنبدأ في الدرس القادم بالسؤال الأول بعد أن نوضح مصطلحي التصور والفكر الإسلامي. أما بالنسبة للأسئلة فإن شاء الله تعالى نفتح الباب للأسئلة من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بعد الدرس، تكون عندنا فرصة للأسئلة نصف ساعة لمن أراد أن يجلس، ومن أراد أن ينصرف فله ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويهدينا إلى صراطه المستقيم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.